فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في مسجدي الذي في بلدي المصلون كلهم يلزق كعبه بكعب صاحبه، فهل أفعل مثلهم حتى لا أخالفهم ولأجل اجتماع الكلمة في مسجدنا؟ نعم، هو مطلوب إلزاق الكعب بالكعب والكتف بالكتف، هذا مطلوب في بلدكم وفي غيره. اللي نقول إنه ما يجوز هو الفحج، فحج رجليك بحيث إنك تضايق من بجانبك عن يمينك وعن يسارك، وتفتح فرجة تحتك، هذا اللي نقول هذا لا يجوز. أما التقارب، تقارب المصلين بعضهم إلى بعض حيث لا يبقى بينهم فراغ، هذا هو السنة. نعم، لكن من غير مضايقة، لاحظوا، من غير مضايقة تشق على من بجنبك لا يتمكن من الركوع والسجود على الوجه المطلوب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.